وسائل الإعلام الوطنية الجهوية، السادة ممثلي جمعيات المجتمع المدني، حضراتي السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الأمسية الدينية، ليلة السماع والمديح التي تنظمها جمعية إقليمية لمهرجان الناظور في إطار الاحتفالات بعيد العرش المجيد. وأبت في هذه الليلة إلا أن تكرم جمعيتنا مجموعة من الوجوه الذين أبدعوا وأبلوا البلاء الحسن في مجموعة من المجالات، ولا سيما منها الدينية والأعمال الخيرية. بشكل أيها الحضور الكرام، أن لحظات التكريم نكهة خاصة، وتقف الكلمة عاجزة أمام روعتها، خصوصا وإذا كان المحتفى بهم رجال ونساء ممن أعطوا شيئا كثير في مجال الإرشاد الديني والعمل الخيري والإحساني. فكثيرا هم الرجال الذين رحلوا عنا وفارقونا بلا رجعة إلى دار الخلود والبقاء، وكثيرا منهم غادرون في صمت مريع دون أن يحدثوا وراءهم ضجة أو رجعة، ولكنهم في المقابل تركوا بصماتهم خالدة في إحدى مجالات الحياة دون أن ينالوا حقهم في التكريم والتشريف. وحتى لا تطال عطاءة أمثال هؤلاء الرجال والنساء الكتمان والإهمال ووفاء لهم واستحضارا لسيرتهم ومسيرتهم في حياتهم قبل مماتهم، قررنا في الجمعية الإقليمية للمهرجان المتوسط للناظور أن نستحضر مسيرة البعض ممن ساهموا ولا يزالون في ترسيخ القيم النبيلة على أساس أن تبقى سنة حميدة. تحتار المعاني وتتبعثر الكلمات لتقديم هؤلاء الشخصيات التي أبطأت الجمعية تكريمها بهذه المناسبة لأسباب متعددة، أبرزها الخدمات الجديدة والمتعددة التي ساهموا بها. أيها الحضور الكرام، مهما قلت ومهما عدت من خصال هؤلاء وأعمالهم، تبقى الشهادة في حقهم ناقصة بالنظر إلى حجم ما قدموه لهذه المدينة والإقليمين عموما، دون أن ينتظروا في يوم من الأيام من أحد لا جزاء ولا شكر نظير أعمالهم ومبادراتهم التي قدموا عليها لوجه الله سبحانه وتعالى. أحدهم من مواليد 1942 ببني بويفلود، تلقى دراسته الأولية بالطريقة العتيقة المعروفة على يد أحد الشيوخ في حفظ القرآن والمتون والفقه. التحق بالدراسة النظامية بعد حصول المغرب على استقلاله، إلى أن تخرج من جامعة القرويين بفاس ليلتحق بالوظيفة العمومية، حيث اشتغل أستاذاً بالسلك الثاني في مادة التربية الإسلامية. تعاطى للكتابة والتأليف، فألف كتب من أهمها ظاهرة الوحي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، والفكر العقدي عند الأشاعرة، وكتاب ما جرى به العمل في الفقه المالكي، ونظرية الحياة في الفكر الإسلامي. المحتفى به تقلد عدة مناصب،
حيث شراسة المجلس العلمي للناظور، ثم تفضل جلالة الملك على تعييني عضو المجلس العلمي الأعلى، وهو المنصب الذي يشغله إلى يومنا هذا، كما أن المحتفى به حصل على عدة أوسمة من طرف أمير المؤمنين. إنه خطيب الجمعة وأحد أبرز الرجالات ممن ساهموا في مجال الوعظ والإرشاد داخل المغرب وخارج المغرب لمدة تزيد عن 30 سنة. إنه وبكل اختصار العلامة والفقيه أحمد قدام الحاج الحسن، فالفضيلة مشكورة. على تكريمها عرفاناً بمجهوداتها في الوعظ والإرشاد والعمل الجمعوي الخيري. هذه السيدة التي لم تكن تمل من العطاء وأسداء الخدمات والنصح والتوجيه، مخلفة من ورائها جيلاً خدوم يسعى لخدمة هذا الإقليم وأبنائه، إنها بحق سيدتنا تستحق منا كل التقدير، وتستحق أن نقف لها وقفة إجلال واحترام. إنها سيدة استطاعت تجمع فيما بين مهامها الأسرية كزوجة وأم لستة أبناء، وبين مهامها المهنية والجمعوية. أيها الحضور الكرام، إنها بصدد الحديث عن سيدة من مواليد 1949 اشتغلت بالتعليم العمومي من سنة 1970 إلى غاية 2005، حاصلة على دبلوم المدرسة العليا للأساتذة، مرشدة دينية منذ سنة 1980 إلى يومنا هذا، شغلت منصب عضوة مجلس العلمي المحلي منذ سنة 2008. هذا كله، فنستدعي الأستاذة فاطمة بن رشاد. الناظور والجماعات الأخرى بالرغم من ظروفها الصحية لنشر تعاليم ديننا الحنيف، خصوصا في أوساط نساء القرى. هي من موالد 1949 بمدينة الناظور، حاصلة على الشهادة الثانوية سنة 1963. التحقت بالوظيفة العمومية واشتغلت في مجال التدريس والتربية الوطنية. هي عضوة نشيطة بالاتحاد النسوي المغربي أو الاتحاد النسائي المغربي بالناظور، وكذا بجمعية النور الإسلامية، وبجمعية التحاقن الدم التابعة لمستشفى الإقليمي الحسني بالناظور، كما أنها ترأس خلية تعليم النساء بالإقليم غسل الميت وتكفين. ولمدة تقارب 20 سنة تعمل المحتفى بها ولا يومنا هذا في مجال التوعية والإرشاد الديني. وبكل اختصار، إنها الأستاذة خديجة. رؤساء الغرف المهنية، السادة أعضاء الجمعية الإقليمية للمهرجان المتوسطي، السيدات والسادة ومثل المجتمع المدني، السادة ممثل وسائل الإعلام، الحضور الكريم. يسر الجمعية الإقليمية للمهرجان المتوسطي في نسخته الرابعة 2013 بمناسبة تنظيم هذا الاحتفال البهيج
الخاص بفن المديح والسلام أن ترحب بضيوفها الأفاضل وبكافة المشاركين والمساهمين في هذا اللقاء المنعقد في رحاب الشهر الفضيل والذي يقترن هذه السنة بذكرى تربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله على عرش أسلافه المنعمين رضوان الله عليه، والتي ستحل يوم غد الثلاثاء 30 يوليو. فرغم عمرها الفتيل اعتادت الجمعية الإقليمية للمهرجان المتوسطي على تنظيم مجموعة من الأنشطة والتظاهرات الثقافية والاجتماعية والفنية، وهو ما ينام عن دينامية جديدة جديرة بالاهتمام. فإذا كان هذا الإقليم الواعد ينظر حيوية بالكثير من الأنشطة التي تنظمها مختلف الجمعيات والإطارات الجمعية، فإننا بالكاد لا نسمع عن التظاهرات المرتبطة بالموسيقى الروحية التي عادة ما ترتبط بالمدن التاريخية القديمة ببلادنا كفاس والرباط. لذا فقد ارتأت الفعاليات داخل الجمعية الإقليمية القيام ببادرة من هذا الصدد قصد تنظيم هذا الحفل لفن المديح والسماع انسجاما مع أجواء هذا الشهر المبارك الكريم. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة الأفاضل أن فن المديح والسماع يعد موروثا حضاريا إسلاميا قديما ذو ارتباط متين بالمناسبات والمراسيم والأعياد الدينية في كل العالم الإسلامي. وفي هذا الإطار قمنا بدعوة جمعية الأصالة لفن المديح والسماع لمدينة الرباط لكي تحيي معنا هذه الأمسية التي نرجو أن تروقكم وتنال رضاكم. وبالمناسبة ارتأينا أن ننتهز هذه الفرصة لتكريم بعض الوجوه الرائدة في مجال الدعوة والفكر الإسلامي بهذه الربوع من المملكة، راجين من الله عز وجل أن يوفقنا في أعمالنا خدمة لهذا الإقليم ولساكنته. والسلام عليكم.